وكده بدأ خلاص. هتشوفهم الفيزلز، كلمة فيزلز يعني فينز وايه وارترز. خلاص اسمعوا الكلام اللي بيتقال وبعد كده هوريكم. خلاص يا عم ابراهيم، اسمعوا الكلام اللي هيتقال وفهموه وبعد كده هبقى اوريكم. خلاص الارترز طبعا هنتكلم على ايه، البرانش بتاعت ايه الابدومنال الاورطه. خلاص اول حاجه هتقابلني اللي هي مين، السيلياك ترانك. خلاص اللي هي المكان ده، مش دي، ده مكانها بس هي مش هي دي، لان السيلياك ترانك ده عباره عن ايه، ترانك ارتري واحد، وبعد كده بيديني ايه البرانشز ايه بتاعته زي الشجره كده، بيبقى لها ستيم وبعد كده تديني ايه برانشز. انما هنا قطعت فين، في الليفل بتاع البرانشز، يعني قطعت السيلياك ترانك مش من الجذر بتاعها، مش من الروت، لا قطعت السيلياك ترانك من اول ما بدات تدي ايه برانشز، عشان كده انا المنظر ده. خلاص فدي البرانشز بتاعت السيلياك ترانك وليست مين، السيلياك ترانك. اوكي البرانشز بقى بتاعتها اللي هي عباره عن مين، اول حاجه اللي هو ايه الكومن هيباتيك او الاوبننج دي اللي هي ايه الكومن هيباتيك اللي هو ده. خلاص اللي هو الارت اللي في ايدي ده، اللي تحته ده اللارج ارتري المفتوح ده هيبقى اسمه ايه السوبيريور ميزنتريك ارتري، السوبيريور ميزنتريك ارتري اللي هو ده. خلاص هنزل تحت بشويه بقى عندي كده هلاقي عندي مين، الانفيريور ميزنتريك ارتري اللي هو ده اللي هو المقطوع ده، شايفين دي الاوبننج بتاعته. خلاص يبقى ده مين الانفيريور كده، هيبقى ده عندي مين الانفيريور ميزنتريك ارتري. لو جيت بصيت من الانفيريور ميزنتريك ارتري اللي هو ماشي ده هلاقي خرج منه ايه تو برانشز، اللي فوق ده رايح ناحيه مين الكوليك. خلاص بسميه ايه ليفت كوليك ارتري، لان انا عندي رايت وليفت ايه كوليك ارتريز،